ಸಾಧಿಕೆ ಸರಣೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಸರಣೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಸರಣೆ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ. لا تفكري انك توقفي بطريقي نهائيا. أنا مضطرة أني وقف. داني أنا أعمل لك بعدي عن طريقي أحسن لك. ما حذرت يا سيد جاي. جاي هيك بنكون خلصنا المراسم واكتمل حفل الزواج. أنتوا هلأ صرتوا زوج وزوجة على طول العمر. طول بالك جاي، اسمعني شوي. كل الصحفيين والاعلاميين صاروا عنك. حدا له علاقه فيني؟ انا بعرف انه ما في اي حدا له علاقه فيك، بس اذا بتطلع هيك قدام الناس وانت معصب ومنهان رح يكون اكبر فوز للبنات. ببوس ايدك يا جاي، طول بالك شوي بترجاك. سيد جاي والي، انت اكثر واحد دعم العريس والعروس بحياتهم كلها، ممكن تحكي لنا شو حاسس بهاللحظه بالذات؟ سيد جاي والي، معقول تروح من هون من دون ما تبارك للعرسان؟ هلأ رح تبدأ اللعبة الحقيقية بيني وبينك يا بوشكر. لسه لهلأ أنت ما شفت هدية الزواج اللي عندي. إن شاء الله تكوني انبسطتي هلأ. سيد جاي والي، نحن آسفين وما سألناكم شو حابين تشربوا. ما بعرف كيف كان الاهتمام فيكم. طيب تعال عندي. شو واقف عم تعمل؟ مو شايف الجماعة صاروا عنا؟ معقول لهلأ ما جهزت طاولة الأكل؟ عن جد ما تواخذونا، يلا بسرعة. حاضر، تفضلوا. رح ألحقكن بعد شوي. أهلا وسهلا فيكن. البنت المرباية بعد ما تتزوج بتساعد زوجها ضد الناس، بس أنتي وقفتي وصرتي تساعدي أختك ضد زوجك. بالعادة بعد ما الوحدة بتتزوج بتصير علاقاتها كلها مرتبطة بالعلاقات اللي زوجها بيعملها، وطبعاً أنت مختلفة لأنك لهلأ محافظة على علاقاتك. طبعاً من حظك المنيح ومن الغباء الكبير من أختك اللي تركتك وقتها صرتي مرتبطة بعيلة ما كنتي تحلمي باسمها، وصرتي زوجة للسيد جاي والي. بس أنت هلأ دمرتي كل شي صار ياباني، وكل هالشي صار طبعاً من ورا زواج أختك بيا، واللي بسببها خسرتي كل الناس اللي حواليك ياباني. جازة، مين هنن هدول الناس اللي رح تخسرهم؟ وعن أي علاقات كنت عم تحكي؟ بلا ما تتدخل، لأنه هالشي مو من مصلحتك. أنا قاعدة ببيتي وإلي الحق أحكي اللي بدي إياه. أما أنت غلطانة كتير جازة، لأنه هذا مو بيتك أنت. لا تنسي أنه هذا البيت بيكون لأخوك جاي والي، والعلاقات اللي حافظت عليهم باني يا جازة ما كانت بدايتهم من هذا البيت نهائيا.
حتى أنت ما قدرت تعملي اللي عملته. سامحيني على كل شي صار بيا، ما قدرت اني زوجك مثل ما انا كنت مفكره اعمل ايام زمان. شو هذا اللي انت عم تحكيه باني؟ انا ما رح انسى الشي اللي عملتيه كرمالي طول حياتي. انا بمساعدتك قدرت اتجوز. باني، انت اللي رح تخليني اعيش مبسوطه طول عمري. ما بعرف ليش انا مو حابه اتركك بهالبيت وروح لحالي هلا. خلص انت لا تاكلي هم، هاي رانو بقيانه معي. حطيت كل المكياج اللي عندك بشنطتك الصغيرة بيها، حتى المراية كمان حطيت لك اياها. بس هدول انا كنت تاركتهم لك رانو. شكرا كثير، انا ما بدي اياهم، ما بظن انه ممكن يلزموني من هلا ورايح. انا عاجبني شكلي هيك. سيد كالرا، سيد جوشي، خير؟ شوفي صاير شي مشكلة؟ اي طبعا سيد ماهيش، لا تنسى انه نحن اشترينا اسهم بشركتك، لانه كلنا بنعرف انه علاقتك مع السيد جايوالي كتير قوية وبيقدر كتير انه يساعدك. بس هلأ الوضع تغير مثل ما انت شايف. انت بتعرف منيح، ونحن كمان بنعرف بانه علاقتك مع السيد جايوالي ما عادت مثل ما كانت ايام زمان، لهيك نحن ما عنا استعداد نخاطر بمصارينا ابدا. نحن بصراحة بدنا مصارينا بأسرع وقت، فهمت؟ ايه، بس المشكلة هلأ إنه كل المصاري صارت بالسوق وما فيني أملكن هالمبلغ الكبير بهالسرعة أبداً. بدي شوية وقت على الأقل لشوف شو بدي ساوي. آسفين كتير يا سيد ماهيش، بس ما عنا وقت نحكي بهي القصة. بس أنا قلت لك شو الظرف؟ هدول كل الصيغ اللي عنا فيكن تاخدوهم، بيعوهم وشوفوا شو بيبقى لكم عنا. امي شو عم تعملي؟ بس يا امي ماهيش، عروستنا الصغيرة بيا لسه اليوم وصلت عبيتنا، وما بصير نستقبلها بالمشاكل، لازم نستقبلها ونحن مبسوطين، مزبوط ولا لا؟ السعادة موجودة جوا قلوبنا نحن، مو بالمجوهرات. يلا هلا صار فيكن تروحوا، رح نعمل الحسابات ونخبركن. Thank you.
فوتي. أهلا وسهلا فيكي ببيتك الجديد. بيقولوا العروس الجديدة هي فال خير على أهل العريس، بس من أول ما الست بيا حطت رجلة بهالبيت بلشنا نتبهدل بكل شيء. معقول حتى الصيغة راحت من إيدينا؟ زوجتيهم ببيتي وغصب عني كمان يا حقيرة. بس أنا ما كان في قدامي غير هالحل يا سيد جايوالي، قلت لك أني شكيت فيكم ولهيك أنا ما قدرت أتركهم لحالهم. حاولت خبرك باللي رح أعمله وأشرح لك كل شي صار، بس العصبية كانت مسكرة على عيونك، الحقد والكره كان عم يطلع من عيونك يا سيد جاي، ما كنت قدراني أعمل غير هالشي. اسمعني سيد جاي، بترجاك امسح الحقد والكره من قلبك، انسى موضوع الانتقام منا. انت بتعرف منيح قديش نحن منحترمك وبعرف معك حق. بوشكر وبيا غلطوا معك كتير، بس هن انتعاقبوا من الكل على اللي عملوه معك ومشي الحال. بترجاك سيد جاي سامحهم لبقى تحاول تأذيهم، بترجاك ترجع مثل زمان. ماشي ماشي، رح أنسى كل العصبية اللي عندي، رح شيل كل الحقد من جواتي، رح أنسى كل الإهانات اللي صارت معي، بس بدي تساعديني بشغلة واحدة، وهي إنك ترجعيني للأيام الماضية قبل ما أتعرف عليك وعلى أختك الحقيرة بيا. رجعي لي الهدوء اللي أنا كنت عايش فيه، رجعي لي راحة البال اللي كانت عندي من قبل. قولي فيك تساوي هيك شي؟ الأيام اللي راحت من قبل راحت مع الزمان يا سيد جايوالي، وتأكد ما حدا فيه يرجع اللي راح. بهالشغلة بالذات أنت معك حق، بس طالما أنت ما فيك ترجع لي أيامي الماضية فأنا كمان ما فيني أنسى الأيام اللي زلتيني فيها أنت وأختك. ما حدا بالدنيا بيقدر يغفر الأخطاء اللي كانت تصير زمان، فكيف أنا رح أقدر أغفر؟ أكيد هلأ أنت مبسوطة بالشي اللي عملته أختك مو هيك؟ وأكيد أنت جاهزة لتعملي أي شي كرمالها هي، لهيك من هلأ ورايح حخليك تشوفي الشغلات اللي لازم تعمليها والشغلات اللي لازم تخسريها كرمال تحافظي على بيا. رح تنسي شي اسمه نوم وما رح تقدري ترتاحي، رح خلي بالك مشغول بالليل وبالنهار من خوفك على أختك، رح خليكي تعرفي شو هي الإهانة، وصدقيني إن رح تكون أكبر من الإهانة اللي أنت وجهتي لياها. ومثل ما أنا هلأ ما عم بقدر إنه أطلع على حالي بالمراية، رح خليكي تخجلي إنك تطلعي على حالك، رح خليكي تركعي على ركبك قدامي وانت عم تبكي دم باني. تتذكري شو قلتي لي بحفلة مبارح؟ احكي شو قلتي؟ قلتي لي زوجي الغالي على قلبي صح؟ رح فرجيكي من اليوم كيف رح يكون هالزوج الغالي اللي انت ضحكتي عليه وقت اللي كنا بالعرس، وخصوصا لما رفعت الشال عن وشك حسيت انه العلاقة بين الزوج والزوجة هي مسخرة بتقرف كتير. من اليوم رح خليك تشوفي الوش الجديد لهذا الزوج الغالي ياباني. بدي اسألك تيتي، صحيح إذا بدنا نعمل خبز بالبطاطا لازم نجيب كمية من الطحين والمي ونخلطهم مع البطاطا ونعجنهم كتير معي؟ لا مو هيك يا هبلة، أول شي لازم نحط البهارات والبصل المبشور مع بعضهم، وبعدها منجيبهم ومنحطهم مع البطاطا المهروسة. صحيح قوليلي، تعرفي كيف بيكون الفطور عنا ببنجاب؟ هنيك بيفطروا خبز محشي بالبطاطا مع الزبدة والحلاوة. تخيلي بياكلوا هيك من الصبح. طيب أنا إمتى رح أعمل هيك طبخة؟ ليش؟ مو أنا اللي لازم أطبخ لما أروح أتزوج؟ شوفي
هاي باني وبيا ورانو بيعرفوا يطبخوا هاي وهاي بنتين منهم هن نتزوجوا لأنهم بيعرفوا يطبخوا منيح. إذا أنا تعلمت كل هالطبخات هاي أكيد رح أقدر أتزوج بسرعة. غلطانة بنتي، مو الطبخات اللي هن رح يخلوكي تتزوجي، لازم تعرفي تشغلي مخك منيح. إيه لكان؟ قصدك أني يكون ذكية؟ إيه الكلمتين نفس الشيء. ودخلك أنا من وين بدي جيب الذكاء؟ يا ربي. ليكي هلأ بتروحي على اليسار ومن بعد على اليمين ورح تلاقي قدامك سوبر ماركت صغير، سألي عن الزكاة، في عنده علب كبيرة بظن إنه ممكن تفيدك. بس يا تيتي بجوز تكون غالية علي. شو تفضلتي؟ الظاهر ما في مجال معك بالمرة، مخك مسكر على الآخر. أنت شو قلتي؟ أنا مخي مسكر؟ شو لازم أعمل عملية لحتى طيب؟ عم بمزح معك يا هبلة. ما أنا كمان عم بمزح معك تيتي، لأني بعرف مستحيل نروح ونلاقي الذكاء بالسوبر ماركت. أكيد هيك قصة، بدها روحة على المستشفى لحتى يقدروا يزرعوا لنا ذكاء براسنا. تعرفي شغلة؟ شو أسخف نكتة بهالدنيا؟ شو؟ هي إنه أنت ولدتي وجيتي على هالبيت. عن جد غريبة يا ربي. أنا؟ ما كنت بعرف إنه جيتي على هالبيت، نكتة بايخة وما بتضحك. وقفي وقفي رانو، استني شوي لا تروحي. ها بدي احكي معك شوي. ليكي هاي باني تزوجت من فترة وبيا كمان، هاتي لشوف امتى رح نفرح فيكي. التيتي قصدها انه لازمك شاب ظريف وذكي وجنتلمان وطويل يعني مثلي تقريبا، او يكون مثل جافيد جافري. جافيد جافري ايه بجنن. سجلي المواصفات اللي بدك اياها وتعي لعندي قولي لي. رانو شو رأيك نحن اليوم نطلع ونتعشى مع بعض وبالمطعم منكون سوا لحالنا مع شموع رومانسية وموسيقى رواق أنا وإنتي وبس؟ طالما يا سهل في أكل بالبيت هون، ليش لحتى روحوا أكل معك برا؟ إذا بدك نصيحتي شعل شمعة وعود حتى تأكل لحالك، أنا بالعادة الساعة 10 بكون نايمة. مو معقول، شو غريبة هالبنت. تياب السيد جايوالي الوسخة محطوطة بالحمام، بعتن على الغسيل اليوم وقول لهم يرتبوا المكتب وينظفوا الطاولات كلها، وكمان لا تخلي حدا يغير محلات الكتب اللي فوق. حاضر مدام. أوكي. شو رايحة على الشركة باني؟ إيه لازمك أي شي مني؟ إيه نعم، بدي إياك اليوم ترجعي من الشركة على بكير، بدي من حضرتك اليوم تجي لتعملين العشاء انتي. نحن كل يوم عم ناكل من الاكل يلي عم يعملونا يا الخدم، بس اليوم بدنا نشوفك شو بتعرفي تطبخي وكيف رح يطلع معك الاكل. ماشي، بدي منك اليوم تعملي وجبات زياده لانه في رفقات لنا رح يجوا يتعشوا معنا. اكيد بتعرفي طريق المطبخ من وين ولا نسيتي؟ لا تاكلي هم عمتي جيازه. كرمالك رح ارجع على بكير من الشركه اليوم، بعدين انا كتير بحب الطبخ وبحب اطبخ للعالم. عن جد حلو كتير، رح شوف شو الوجبات اللي بدنا اياها ورح خبر توني عنها. ان شاء الله تقدري تعملي لنا اكل طيب كتير. ماشي. لك وينك جيازة، بدي اياك تعملي لنا شويه حلو اليوم. بالله عن جد؟ وانا اللي رح اعمله؟ ايه اذا بدك انا بساعدك شوي. انتي كنتي عم تحكي مع باني عن الاكل مثل ام العريس، وانا كمان من حقي احكي معك هيك. بدك تاكلي شويه حلو من ايدي مو تكرم عينك؟ خليكي عم تحلمي لكان. وينك؟ إيه؟ ما رح تعمل حلو لأنه ما بتعرف تعمل أي شي، كل اللي حضرتها بتعرف تعمله أنه تاكل وتحكي. بعدين ما بدي إياك تشغلي بهلك، أنا بدي ساعدك بكل شي رح تعملي. إيه؟ تيتي بالنسبة لإلي الطبخ مانو مشكلة أبدا، أنا ماشي حالي فيه، رح أرجع من الشركة اليوم وجهز الأكل كله. تيتي أنا لازم روح هلأ. يلا روحي بنتي، الله معك. يا هيك النسوان يا بلا. توني؟ نعم مدام. لبرا هدول بدي إياهن على العشاء، وأوعك أي واحد منهم اليوم يقرب على المطبخ خطوة واحدة. اليوم باني هي اللي رح تعمل الأكل. بس اليوم يا مدام في ناس مهمين كتير جايين لعنا على العشاء. بعرف هالشي، المهم إنه ما بدي ولا واحد يتدخل اليوم. توني يا ويلك إذا بعرف إنه في واحد من الخدم قرب على المطبخ وساعد باني بتحضير وجبة وحدة، فهمان؟ فهمان.
روحوا شيل كل الخضرة اللي موجودة بالمطبخ هلأ، يعني بتخلي المطبخ فاضي. بدي باني لما تجي المساء وتفوت على المطبخ ما تلاقي أي شي فيه. إيه؟ مثل ما بدك مدام. في شغلة تانية، الديكور المحطوط بغرفة الرسم بتشيله كله وبتكبه لبرا، أنا ما بدي لاقي ولا شغلة جوا. كلامي واضح؟ طبعا. خلينا نشوف هلا الناس المهمين اللي جايين اليوم لعند أخي جاي كيف رح ياكلوا من تحت إيدين الستباني وشو اللي رح يصير. نتواجه.